السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم حصل معي شيء غريب. كنت ظاهر على الشرفة أقص الزرع، فتفاجأت لقيت بالأرض طائر صغير جدا، عصفور صغير كان بيستلقي على ظهره وعم بيصفر مثل ما سامعين. فتركته لفترة لعدة ساعات على أساس ممكن أهله يرجعوا ويلاقوه، ما كان حدا يجي. ف لما قررت اتعتم قررت حوط على البيت، لانه بعد ما طلع له ريش، هذا من النوع اللي بيبرد كتير. اذا العصفور لما بعد ما يكون طلع له ريش بيبرد كتير، ف ما قدرت اتركه ينام بالبرد برا. فحطيت له قطن بعلبة خشب، حاولت طعميه ما كان يفتح تمه، حاولت طعميه كيك او بسكويت ما كان يفتح تمه. فبكرة الصبح بس يطلع النهار حرجعه لبرا، هخليه بالخشبة هيدي وممكن أهله يرجعوا ويلاقوه ويعتنوا فيه. وبعدين بخبركم شو حيصير.